قد حدثنا من أدركنا من العلماء أن بعض شيوخهم كان إذا جاءه رجل يشكو المشاكل في بيته ويقول البيت مشاكل والمرأة كذا كذا، كان يأمره بأن يكثر ذكر الله في بيته، يكثر الصلاة، يكثر قراءة القرآن، لأنه يرى أن هذه المشاكل إنما تكون من نزغات الشياطين والذكر يطرد الشيطان، فأكثر من الذكر تنحل هذه المشاكل. وأنا أقول ذلك للناس أيضا، إحياء البيوت بذكر الله، بالذكر، بقراءة القرآن، بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بالاستغفار، بالصلاة. ومن جرب مثل تجربته مثل تجربتهم عرف مثل معرفته. جوال تذكر.